تسعة بتفقد اللي حصل، وده شيء عمل إرهابي من الدرجة الأولى، منظم مرتب، إن يتسرق كل الهارد ديسك بتاع الاتحاد وكل أجهزة الكمبيوتر، وكل الهارد ديسك يتشال، وناس تفك الكمبيوتر وتاخده وتشيله، يسرقوا الفاكسات، يولعوا في الاتحاد كرات كاوتش تتغرق بنزين وتترمي في الأوض، أزايز مولوتوف، سينك، كلام غريب جدا. انا ما اقدرش اقول ان غير ان العمل الخسيس اللي حصل ده عمل ارهابي، عمل ارهابي، واحنا مش هنوقف اي نشاط كرة وهنستمر، واحنا عندنا دعم كامل من الوزارة، مجلس الادارة بالكامل رأى ان هو ما يوقفش النشاط، وده شيء يحسب لمجلس الإدارة. واللي حصل ده لازم النيابة والأمن ياخد إجراء قوي ضد المخربين الإرهابيين، وكل واحد ياخد عقابه. تراث كرة القدم المصري كله بيتحرق من 1940، مسجل وموثق هنا في الاتحاد في لحظة. مجموعة مش عارف اسميها ايه، يعني مش مصريين اكيد، اكيد هم يمكن كانوا مصريين الاسم كده في البطالة، لكن من جواهم مش مصريين، يحرق التراث. هل قدرات الخسائر المادية لحرق مقر الاتحاد؟ صدقني مش قدرة الخسائر المادية، لا، أنا يعني في حاجات ما تقدرش بمال، التراث ده نقدر نقدره بمال؟ التراث ده مش هل تقدر تعوضه؟ لا، المبنى ممكن يتبني غيره ومفيش أي مشكلة خالص، إنما التراث، السجلات، التوثيق، كل الحاجات دي كلها ديت دي صعب إنك تقدرها بمال. واضح من السرقات اللي تمت، واضح من الحرق، واضح من اختراقهم كمان لمبنى اتحاد الكورة، واضح من تكسيرهم للأبواب. ده غير كده كمان واضح ان الارهابيين، والدليل على ده ان هم حرقوا مسجد، والمسجد ده بعيد عن المبنى الاساسي لاتحاد الكوره، يمكن موجود هنا في الخلف، المسجد ده بيصلي فيه العاملين والموظفين. اعتقد ان اللي يحرق مسجد ده لا دين له، ده ارهابي فعلا، ولا اعتقد ان هم الترس، وليس دفاع عن الارترس الحقيقه. ده من انا لما شفت المسجد محروق بشكل الحقيقه بشع، بشكل الحقيقه لانسان جاحد لا دين له فعلا، واضح ان دول ارهابيين، وده عمل منظم ومخطط، وواضح هم جايين يعملوا ايه، واضح ان هم عندهم فكر او هدف من هذا العمل. احداث بالنسبه لنا محزنه جدا، يعني قبل ما نكون اعضاء مجلس اداره احنا تعايشنا في هذا المبنى كلاعيبه دوليه موجودين في المبنى ده، نمنا فيه، وبالنسبه لنا المبنى ده رمز، مجموعه خارجه عن القانون، ما بتهمش حد بذاته، بقول هذه المجموعه خرجت عن القانون. اتحاد الكره كان مساند كل اطراف اللعبه وكل عناصر اللعبه، جماهير، انديه، اي مشكله بنساند بنقف معاهم. احنا ما نستاهلش اللي حصل في الاتحاد.